هاي داليا تاني. هاي سيلي تاني. الحمد لله. عايزين نتكلم عن الست القويه. اه كنت بتقولي انه احسن الست ان هي تبقى رقيقه وليدي وما بتعرفش تتصرف. لا هو حلو انها تبقى تعرف تتصرف بس مش لازم دايما تقول انا بعرف اتصرف. يعني في حاجات بتاعت الراجل، يعني في حاجات لازم الراجل هو اللي يقوم بيها. زي ايه؟ الست لازم تبقى قويه لما يكون الراجل مش موجود جنبها، ما عندهاش راجل واقف جنبها. انما لما يبقى في راجل هو مفروض يعمل مسؤوليته وحاجته. يعني مسؤوليته فلوس ولا لا وجود وتواجد؟ لا في حاجات في الحياة الست ما ينفعش تعمل. حاجات السوبر ماركت مين بيشتريها؟ لا مين أنا المفروض طبعا ينزل يشتريها؟ أنا لا أنا ما بقاش الحمد لله. إيه بقى؟ بقى الدليفري مش عايزة أقول أسامي إعلانات. بيجي كل حاجة بالأبليكيشن لحد البيت. هو عارف إيه اللي ناقصنا في البيت؟ هو عارف. أنا بقى دي تهمني جدا بقى لأنه أغلبية الرجالة إحنا اللي عندنا مش عارف إيه ناقصنا في البيت. لا أصل بيتكتب لستة عايزين كذا، ده ناقص ده كذا كذا. تكتبيها على التلاجة يعني وتعلقيها بالستيكي نوت؟ لا 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 هو البنت اللي بتشتغل عندنا بتجيبها لي وتقول لي ده ناقص ده كذا. ساعات يعني لو انا كمان مش بس انا هقول حاجه بس عشان لما اكون انا بصور ومش فاضيه ممكن حسن بيعمل الحاجات دي، بيعرف ايه الناقص وبيطلب هو عادي جدا. يعني عادي يا جماعه، هو في حاجه بتقول ان الست هي اللي لازم تجيب الحاجات بتاعت البيت؟ انت موقفك قوي جدا مع الست المصريه بس جدا. انا برضو بتعاطف مع الراجل. انا انا مع بيصعب عليك. انا مع الست المقهوره، مع الست اللي مش واخده حقها، مع الست المظلومه يعني ادول انا معاهم. بس انا برضو في احيان كتيره جدا بتعاطف مع الراجل المصري، مسؤولياته كبيره جدا. دي حقيقة. مش المصري عامه، عشان كده بقول لك ان الست لازم تساهم في جزء من البيت. انه لو هي قادره تعمل كده انا مع ده جدا. انا مع ده جدا. انه لو هي مع ده جدا ما تساعدوش ليه؟ لما تكون بتشتغل تشيل مع الراجل حاجات انا ماديات. ليه لا؟ طالما بتشتغل وقادره انها تساعده تمام. تساعده ممكن في انها تصرف على نفسها، ما تحملوش ان هو مش المفروض ان هو يجيب لك الشنط الغاليه لو انت عايزه تجيبي لكي لا انا بتكلم كمان مش لا بتكلم لو طبقه بتجيب حاجات لكجري لو هي عايزه تجيب حاجه. لا لو ست تانية بتجيب روج او تجيب حتى كحل ما هو مش ملزم ان هو يجيبه. صح بالظبط. يعني انها تشيل. وكمان ممكن لو ولادها عايزين حاجات فيها رفاهيه مش اساسيات ونفسها تجيبها لولادها، هي ممكن تعمل الحاجات من فلوسها الخاصه، تجيب حاجات فيها رفاهيه شويه لولادها. صح تساعد معايا يحس ان في ايد جنبك. بالظبط. لكن يعني برضو هقول لك ما اعرفش، مش قادره مثلا، مش قادره اروح السوبر ماركت. لا في حاجات زي ان انا مثلا هشيل حاجه، لا انا مفروض ابقى هانم برضو. لا في حاجات كده اللي هي محتاجه قوه بدنيه، قصدي الحاجات دي. لا اوعى اوعى انا هشيل. اوعى انا هتصرف. انا بعمل كده والله. انا بعمل كده. انا هتصرف واشيل واعمل. وبعدين بعد ابتديت اقول ايه ده، وانا ليه بعمل كده؟ قوم شيل. انا غلطان. مش قوم شيل برضو، بس اللي هو لا انا مش قادره. انا مش قادره والله، لو قادره كنت قمت. بس بتقوليها بطريقه حلوه صح، انه لو قادره والله كنت ساعدت، بس انا مش قادره. انا نفسي اعمل لك كده. لا انا ساعات بقول لا انا مش عايزه اعمل ده يا جماعه، انا محتاجه اتدلع. يعني ساعات بقول كده. وبتقوليها بطريقه عامله ازاي يعني انت؟ لا ساعات بقولها بخناق. لا ما هو انا على فكره محتاجه اتدلع. يعني ما هو انا دي مش حاجه، مش انا ست مش مفروض اعمل كده. انا ساعات بقولها بخناق. طب انا ساعات اقول انا بقولها بخناق ليه يعني؟ ما هو ما انا اقولها عادي وهتتعامل على فكره، وهو مش هيعترض الراجل وهيعملها. وانا بتخانق ليه مش فاهمه؟ بس لو انا عايزه اخد موقف من الاول، من قبل اي حاجه. انا يمكن هتقول لا. عشان انا عملت ده كتير قبل ما اتجوز حسن، كنت باخد مسؤوليات مش بتاعتي، فحاسه ان انا تعبت. لا انا عايزه حد يشيل معايا. أيوة. فاهمه؟ فساعات اروح متخانقه معايا، هو الراجل بيقول لي طب ما تقولي على فكره حاضر. انا مش معترض يعني.